والمزيد حول استعدادات ملتقى الشباب العربي والإفريقي ينضم إلينا على الهواء مباشرة من أسوان إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز. إليك إبراهيم، تفضل. أهلا بك مروج، ساعات قليلة وينطلق المؤتمر الشباب العربي والإفريقي، يعني في هذا المكان تحديدا الذي نلتقي خلاله مع حضراتكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة عبر شاشة إكسترا نيوز. ربما هذا هو المكان الذي سيشهد انعقاد هذا المؤتمر في هذه الصور الخاصة والتي ربما تأتيكم لأول مرة على الهواء مباشرة عبر شاشة قنوات إكسترا نيوز. مروج، إذا تحدثنا عموما عن ربما دلالة اختيار المكان، إن كنا نتحدث عن اختيار مدينة أسوان هي عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي، فالقائمون على تنظيم هذا الملتقى يعني أود أن تكون حضارة أسوان والحضارة المصرية نابعة من المكان الذي سيشهد هذه الجلسات وأيضا سيشهد يعني الفعاليات المختلفة هنا في مدينة أسوان. لذا تم اختيار هذا المكان، وربما هذا المكان هو مكان مختلف عن المكان أيضا الذي شهد من قبل سنوات قليلة انعقاد مؤتمر وطني للشباب هنا في نفس المدينة، ولكن كان مقتصرا فقط على الشباب المصري ضمن يعني أشكال للمؤتمر الوطني للشباب الذي انطلق في أكتوبر من عام 2015. المكان من قلب نهر النيل، المكان في جزيرة هنا ربما تكون دالة على هذه الحضارة. وإذا تحدثنا عموما عن ربما بحسب البيان الرسمي الذي خرج عن يعني عن القائمين على تنظيم هذا الملتقى عن موضوع التمويل أو ربما أنه يكلف خزانة الدولة، فأوضحت يعني إدارة الملتقى أن هذا الملتقى عموما أو مؤتمر شباب بعيدة كل البعد عن خزانة الدولة المصرية، بل هناك رعاة رسميين من شركات حكومية وأيضا شركات خاصة ترعى هذه الملتقيات، بل هناك أيضا ربما العديد من الأهداف الأخرى للترويج للسياحة، إن كنا نتحدث عن ترويج للسياحة الداخلية وأيضا السياحة الخارجية. إذا تحدثنا أيضا عن مطار أسوان، هو أيضا واحد من المعالم الذي شهد يعني استعدادات كبيرة جدا، بداية من وصول بعض الوفود المشاركة مساء هذا اليوم في هذا الملتقى الذي سينطلق بعد غد إن شاء الله في بحلول السبت القادم وسيستمر لمدة 3 أيام. بصورة عامة عن جدول أعمال هذا المؤتمر، اليوم الأول هو فقط ستكون هناك احتفالية مخصصة للشباب العربي والإفريقي الذين جاءوا للمشاركة في هذا الملتقى احتفاء واحتفالا بتقلد مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وستكون من مساء السبت القادم، على أن تكون الفعاليات تبدأ يوم الأحد القادم إن شاء الله بحلول 10 من صباح الأحد القادم بجلسة افتتاحية سيترأسها السيد الرئيس وسيشهدها أيضا بالحضور في هذه الجلسة، جلسة افتتاحية، ومن بعدها يتم استئناف مرة أخرى المؤتمر في يومه الثاني، وكذلك في الجلسات المختلفة في العناوين ربما التي وضعت من قبل إدارة الملتقى في بيان رسمي. أيضا نحن هنا نتحدث عن ريادة الأعمال، كيف يصبح الشباب العربي والإفريقي أحد رواد الأعمال في هذه المنطقة، وكذلك الرعاية الصحية والاستثمار الذي أيضا سيتم مناقشتها في عناوين سريعة وفي محاضرات، ربما سيتحدث خلال هذه المحاضرات بعض من الرموز الشبابية العربية والإفريقية. منذ قليل تحدثت مع رئيس جامعة أسوان وكان لنا مقابلة خاصة عبر شاشة إكسترا نيوز، وهو أيضا الذي تحدث لي حول الدور التعليمي وأيضا الدور وما سيقومون به في الفترة القادمة. إن كنا نتحدث عن هذا الملتقى هي مبادرة رئاسية، هي كانت فقط مقتصرة على الشباب المصري وشملت منتدى شباب العالم الذي جاء العديد من الشباب حول العالم، إلى أن أيضا بهذا العام اختيار هذه المدينة عاصمة شباب الإفريقية، أيضا سيأتي شباب إفريقيا
فكان هناك أيضا ربما أهداف، وكان هناك أيضا الجامعات التي أيضا ستقوم بعدد من الأنشطة التعليمية في الدول الإفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر وتقلدها منصب الاتحاد الإفريقي الذي تسلمه السيد الرئيس قبل أسابيع قليلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ربما هذه هي أبرز التفاصيل الذي لدي هنا، والآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلتي مروج بالاستوديو. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزة، مراسل أكسترا نيوز من عاصمة الشباب الإفريقي مدينة أسوان، والتي تستعد كما أريتنا يعني وكما أطلعتنا إبراهيم في هذا العرض يعني الشامل لكل التفاصيل المعلنة حتى الآن وما يجري الآن في مدينة أسوان بخصوص استقبالها لملتقى الشباب العربي والإفريقي على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين. شكرا جزيلا لك إبراهيم.